of the sculpture Saint Michel, which is a mythical sculpture, and it's very a very central point of the 13th quarter. الحقيقة باريس جميلة جدا الفترة ديت في ماي لأن جو كتير حلو ومليانة سياح. الحقيقة أنا هنا في منطقة اسمها سان ميشيل فونتان. المنطقة ديت مناظرها جميلة وقريبة جدا من كنيسة نوتردام. بدعوكم كلكم أنتوا تيجوا في فرنسا في الوقت دوت لأنه هيكون وقت مناسب جدا.